معنا من حلب مراسلنا قحطان المصطفى. أهلا بك يا قحطان، ما هي المناطق التي شهدت خرقا من النظام أو الطيران الروسي اليوم؟ نعم، مع دخول هدنة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في سوريا، الطائرات الروسية الحربية دخلت أجواء حلب المدينة وحلقت بكثافة في أثناء يعني دخول أول دخول حيز التنفيذ للهدنة المقترحة. أيضا هناك استشهاد 13 مدني وإصابة آخرين بقصف جوي روسي على بلدة كفر حمراء في ريف حلب الشمالي قبل ساعة واحدة من بدء تطبيق وقف إطلاق النار. أيضا في الريف الشمالي قوات الحماية الكردية اليابكي تسيطر على بلدة أحرص بريف حلب الشمالي بعد انسحاب قوات النظام منها، وأعلن الثوار أيضا مقتل 75 عنصرا لقوات النظام على جبهة الشيخ عقيل بريف حلب الغربي إثر محاولة النظام التقدم في المنطقة، وتم التصدي لهم من قبل الثوار وتكديدهم خسائر بالأرواح والعتاد. قوات النظام وميليشياته أيضا اخترقت الهدنة للمرة الرابعة على التوالي يوم أمس في حلب بعد استهدافها مدينة عندان وجبالها بريف حلب الشمالي بالقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة بعد دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ بساعة واحدة. أيضا والطيران الروسي يستهدف مدينة دير حافر في الريف الشرقي بعدة غارات جوية صباح اليوم، ولا أنباء عن وجود ضحايا إلى الآن. نعم قحطان المصطفى مراسلنا من حلب، شكرا جزيلا لك.